السادسة، حلقة جديدة. مساء الخير واهلا وسهلا بكم، وتحياتي لكل الاهلاوية اللي بيبدأوا معانا حلقة النهاردة. ومبروك، فوز مهم في توقيت مهم جدا اتحقق امبارح على فريق ميديانا. يمكن الأداء ما يكونش الأفضل، لكن في النهاية الفوز كان مستحق وبنتيجة مرضية بشكل كبير جدا. في خلال مشوار الأهلي الإفريقي، تامن مباراة بنلعبها مع فريق إفريقي الموسم ده، ما حققش الأهلي في 7 مباريات سوى فوزين فقط لا غير على سان جورج، الاثنين ذهابا وعودة. خسارة أمام اتحاد العاصمة، تعادل ذهابا وإيابا أمام سيمبا، خسارة أمام سان داونز ثم تعادل، وبالتالي كنت محتاج تكسر حاجز عدم التوفيق إفريقيا، وده حصل في مباراة امبارح. كنت محتاج تكسر الحاجز النفسي في الفترة الأخيرة اللي تباين فيها أو ارتبك فيها أو اهتز فيها مستوى النادي الأهلي بشكل كبير، وده اتحقق. مكاسب المباراة امبارح من وجهة نظري أهم، أو مش عايز أقول أهم، يعني أكتر بكتير من مجرد 3 نقاط صدارة مجموعة فوز ب3 أهداف، لأنه بالتأكيد في حاجات محتاجين نقف عندها، وإحنا على بعد 4 محطات عن بطولة كأس العالم. أسماء محتاج تجهزها، مواجهات محتاج تحسمها، وخصوصا أنك أنت عندك سموحة، ويمكن عشان كده كولر قرر ما يكونش فيه راحة، ومن دقائق بدأت التمرينة، وهنتابعها بالمناسبة مع حضراتكم ونعرف آخر أخبار الفريق، وخصوصا طبعا الأسماء اللي غابت في الفترة الأخيرة، ومين ممكن يكون ظاهر في مباراة سموحة اللي هتتلعب يوم الثلاث. والأهم من ده جاهزية الفريق وكل العناصر قبل مباراة يانج أفريكانز الجريح اللي هتكون في تنزانيا يوم السبت القادم.